بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم بقى النهارده عن موضوع مهم اللي هو ايه؟ Retrieving of cemented crown over screw retained implant abutment for retightening of loose screw. The speaker is Professor نجا عبد السميع. طبعا الـ implant support prosthesis can be either screw or cement retained. As the choice of retention means mainly depend on the available interarch space. يعني ان ال implant supported prosthesis can be retained على الابطمنت بتاعت الامبلانت يا اما بسكرو ريتين يا اما بسيمنت ريتين. ده بيعتمد على اساسا اللي بيحدده ده الانتر ارش ديستانس. لو الانتر ارش ديستانس is too small to accept abutment and crown and والسكرو والكراون برضه يبقى ايه سكرو ريتيند في الابطمنت، ده محتاجه الى انتر ارش ديستنس كبيره. ففي هذه الحاله بنعمل ايه؟ يبقى الابطمنت بتبقى فيكسد في الامبلانت بسكرو سيبرت، بعد كده بنعمل كراون عليها والكراون يبقى سيمنت ريتيند. طبعا السكرو ريتيند بيبقى من ميزته ان هو سهل ان الريتريفابيلتي انك يعني تفك السكرو ده فيتفك الكراون من الاباطمنت بسهوله قوي. هاويفر ذا رينج اوف بنفيت اوف سيمنت ريتين، بس بقول لك ان مميزات السيمنت ريتين عن السكرو ريتين ان هو بيبقى فيه بيتر سيتنج اوف ذا سوبر ستراكشر فريم ورك، بيبقى سكرو لوسننج للسكرو اللي مثبت الاباطمنت فيه الامبلانت، او فيور بروبلم ريليتد تو اوكلوزال سكرو هولز اند فيور بروبلم وذ سيراميك سترينث ايشو. يبقى السكرو ريتنشن بيسمح بايه؟ بالريتريفابيلتي ماشي، ولكن السيمنت ريتيند له مميزات ان السيتنج بتاع السوبر ستراكشر بيبقى احسن، السكرو ليسننج بتاعت السكرو اللي هو بيثبت الاباطمنت في الامبلانت بيبقى مينيمالي تو بي ان سكرود، يعني ما يحصلوش لوسننج، وطبعا مشاكله قليله مع الاوكلوزال سكرو هولز، لان عشان تثبت الكراون وفي عليه بورسلين في الاباطمنت وعن طريق سكرو بيبقى فيه مشكله، محتاج الى انتر ارش ديستنس كبيره، والهول دي بتبقى ان اثيتيك وممكن يعني لها مشاكلها يعني. طيب بيقول لك ان الريتريفال اوف سيمنت ريتيند بروفيز كان بي مور ديماندنج ذان الريتريفال اوف سكرو ريتيند بروفيز. سيمنت كراون سيمنت كراون اور سكرو ريتيند ابطمنت از ديفيكالت تو ريموف وين ابطمنت سكرو بيكمز لوس. طبعا بيقول لك لما الابطمنت وعليها كراون ملزوق بسيمنت لما يحصل لهم لوسنينج نتيجه ان السكرو اللي مثبتهم جوه في الامبلانت حصل له لوسنينج، عشان اعمل سترينثنينج تاني او تايتنينج للسكرو ده بيبقى فيري ديفيكالت، صعب قوي، خاصه لما يبقى الكراون لازق كويس في، ولازم طبعا يبقى لازق كويس في الابطمنت عشان مره في يعني يبقى في ريتنشن كويس. يبقى كومن كومبليكيشن اوف ثريدد تو بيس ابطمنت، لما التو بيس ثريدد ابطمنت از لوسنينج اوف ذا ابطمنت سكرو فروم امبلانت بودي under cement retained crown which remain loaded to the abutment. يعني ان الكراون بيتن لازق في الابطمنت، ولما الابطمنت ديت بيحصل لها لوزن نتيجه ان تايتنينج اوف ذا سكرو اللي هو بيثبتها في الامبلانت ابطمنت تحت. يبقى ريموفينج ا سيمنت كراون فروم ا موبايل ابطمنت از مور ديفيكالت. The impact force applied to a mobile crown is dissipated. من الكومبليكيشنز بتاعتها لما يحصل لوسننج للسكرو اللي مثبت الابطمنت والكراون اللي هو سيمنتد عليها في الامبلانت بودي، ان يحصل ايه؟ الفورس بتاعت الماستيكيشن بيحصل لها ديسيبيشن، مش هتبقى ترانسميتد على البودي بتاع الاباطمنت، ومش هتبقى مفيش، والمريض مش هيبقى عنده افيشنت ماستيكيشن. ان اديشن هو ذا كراون مارجن از سبجنشفل، لما الكراون مارجن تبقى سبجنشفل من الصعب طبعا انك تعمل له انجيجمنت بالكراون ريموفال
ريموفر يعني، عشان تعمل له ايه يعني تفصله من الابطن. طبعا في فيريس تكنيك هاف بين ديسكرايبد في الليتريتشر تو سمبليفاي ذا ريتريفر اوف سيمن تريتين امبلانت كراون ريستوريشن، وبعضهم هنشرحه في الفيديو ده. اول حاجه في الانتيريور ريجون في حالين اتنين، يا اما اعمل سبليتنج للبورسلين وطبعا والميتال سبستراكشر، فبالتالي هيبقى وافصل بقى الكراونز عن الاباطمنت اللي تحتيها، هيبقى السيمنتي ممكن بشيله يعني باي حاجه كده هارد اجي ندخلها تحت الميتال كراون زي الريموفر بتاع البي اف ام من على الناتشرال توث، بس بحيث ان انا ما اجيش ناحيه الايه الاباطمنت زي الناتشرال توث، ما اجيش ناحيه الاباطمنت بتاعت الايه الامبلانت كمان، بشيلها وهعمل طبعا كراون مره، وبعد كده هيبقى لما شلت الكراون الاباطمنت باينه قدامي، والسكرو اعمل له ري تايتننج واخد بقى امبريشن واعمل تاني كراون مره تانية. يبقى اول حاجه عشان اعمل تايتننج للاباطمنت سكرو از تو كات اوف ذا كراون، اقطعه، بس عيبه طبعا ان هو بيحتاج مور شير سايت تكنيك، يعني بتاخد وقت كتير وبيرز بتتاكل كتير قوي، الكربايت بير خاصه هي اللي بتبقى افيشنت في الريموفال، بتتبرد بسرعه وتحتاج كذا كذا بير على ما، وطبعا تاخد بالك من الهيت جنريشن عشان ما تبقاش ديسيبيتد على الاباطمنت وعن طريق الامبلانت، وممكن تاثر على البون اوستنتجريتد امبلانت يعني في البون، تاثر على البون اللي هو ماسك الامبلانت جوه. طيب لو في فكره تانية كمان، ان انا بدل ما اعمل كاتنج واعمل يعني عشان هعيد بقى الكراون من تاني، لا ممكن اجي مركب اورثودونتيك واير رفيع هنا وربطه كويس، وبالكراون ريموفر اجي شده، طبعا ادخل الواير ده اخليه يحزم الارتفيشال كراون اللي فوق على الابطم على الامبلانت تحت الهايت اوف كونتور في الاندر كات هنا اريا، وحزمه يعني الففه حوالين السن، والكراون ريموفر اجي شايله. دي طريقه حلوه قوي، لان هنا بقى بعد ما شلتهم ما شلت الكراون هيطلع بالسيمنت من السيمنت، يفك السيمنت، فبالتالي انضف السيمنت واعمل تايتنج السكرو واعمل له ريسيمنتيشن اجين. طيب في البوستيريور ريجن ممكن في البوستيريور ريجن بتاع الكراون ممكن اعمل هول هنا في الاوكلوزال سيرفيس واعمل برفوريشن في البورسلين وفي الميتال، فهعمل انكفرنج للسكرو واعمل له ريتايتنج والزق واعمل له ريتايتنج، وبعد كده اسد الهول اللي انا فتحتها ديت بحته كومزت. في بعض الناس هما بتعمل الكومزت بتبقى عامله نوتش في الميتال سبستراكشر على السكرو وعلى البورسلين، ممكن يعمل لها ايه زي مثلا ايه كما لو كانت كيرز، يعمل لها ستين كده زي ما يكون كيرز، دي تبقى متعلمه علشان تقدر توصل لفوق الايه السكرو مباشره. طبعا انت بتشيل مجرد ما وصلت للميتال بتشيل بايه بحذر جامد عشان ما ايه ما توصلش على السكرو، ما تخليش البير يفلت ويخش على السكرو وياكل الايه السلوت اللي في السكرو اللي انت بتدخل فيه السكرو درايفر، ويبقى ما تعرفش تعمله تايتنج هتبوظ السكرو. طبعا البروسيدر هاوفر برضو مي بي دامج مي دامج ذا بورسلين، ممكن تعمل دامج للبورسلين بتاع الكلوزر سيرفيس بتاع الكراون، ومي ممكن يعني يحصل كراك بروباجيشن وتعمل يعني تحتاج بناء البورسلين تاني. يبقى احسن حاجه برضو هنا في التكريب ممكن تدخل برضو اورثونتيك واير رفيع وتحزم السن تحت الهايت اوف كونتور والكراون ريموفر تفصله. ده طبعا الريفرنس المراجع اللي تقدروا تقروا بيها بالتفاصيل اكتر عن الموضوع. اشكركم، ودي رابط القناه بتاعتي اللي هو اللينك، اعمل له كوبي وبيست على في المربع بتاع السيرش بتاع اليوتيوب، هتظهر لك قناتي عليها 94 فيديو شاملا الفيديو ده الفيديو رقم 94. تمتعوا ولما تتبسطوا اعملوا لايك وشير، طبعا وتعمل سبسكرايب، والسلام عليكم ونشوفكم في فيديو